مصطفى، انت الكاتب الوطني النقابه الوطنيه للموسيقى المحترفين. اول سؤال، كيف حال الموسيقى في زمن كورونا؟ الله يا سلام، لا بخير. والموسيقى هي من واحد العدد ديال القطاعات، ما غاديش نقول غير الموسيقى، هي عدد ديال القطاعات اللي تضرات، ولكن كانت الموسيقى وحده نقدروا نعتبروها من المتضررين الاقوى والاكثر في هذه البلاد هذه. وحاولنا جهد الامكان اننا نقولوا ان الموسيقى لقوا لها شي مخرج حنا في هذه الضائقه هذه ديال الجائحه هذه، ولكن يا سبحان الله كنجيو حتى للموسيقى وكنلقاو بان ما كاينش حلول. بدات في البدايات الاولى جا داك الصندوق ديال اليقظه وبغى يعاون الشعب بجميع الاطياف ديالو، فجينا حنا بغينا الموسيقى حتى هو يستافد، لقيناه لا هو مهيكل ولا غير مهيكل ولا مع الرامين ولا مع حتى اشنا هو هذا الموسيقى، واش نازل مشي كوكب اخر الله اعلم. قولوا رب ضاره نافعه، هي من واحد الناحيه ماديه ونفسيه بالنسبه لبعض الموسيقيين اللي كانوا كيزاولوا المهنه ديالهم وكانوا كيقتاتوا منها وكانوا كيلبيو الحاجيات ديال الاسر ديالهم عن طريق الاشتغال ديالهم في مجموعه من المرافق السياحيه والسهرات والحفلات والمهرجانات تقطع هذا المورد ديال الرزق، ولكن اوميم طون ولا كيعرف بانه حان الوقت على انه يهيكل راسه وانه يطالب بالحقوق ديالو ويقنن راسه. كيف ما قال الاستاذ مصطفى برطون، كانت واحد المساحه زمنيه اللي الفنان لقى فيها واحد الوقت باش يبدع وينتج، وكانت واحد المنافسه. هذه المنافسه اللي كانت ما كاينش العائد المادي، فهي غتبقى تنزل هذاك كما تنقولوا ديك لا كورب اللي كتكون واحد المنحنى اللي كان في تصاعد ديال الانتاجات والابداعات، ولا كينزل لانه كما كتعرف الماده كتغلب. هنا الموسيقيين الحمد لله واحد الفئه كبيره منهم اللي بغاو يتقننوا، بغاو يطالبوا بالحقوق ديالهم من الوزاره الوصيه ومن الجهات المسؤوله، وتحققت بعض المطالب وتحققت بفضل المجهودات اللي قامت بها النقابه الوطنيه للموسيقيين المحترفين، اللي دقينا بعض الابواب والحمد لله كاينين بعض الحوايج اللي تحققت، ولكن ما كافياش. النقابه هي جات والده واحد الانفجار، انا اقولها بصراحه. النقابه الوطنيه للموسيقيين المحترفين بدات بالضبط في اواخر 2011، كانوا سابقين بعض النقابات سابقا، وكان على راسها وحده جوج، بدات الاولى كان على راس النقابه الاولى كاتب كلمات اللي كان اسمه احمد صبري، من بعد كان كاتب كلمات اللي كان سميته مصطفى بغداد اللي هي النقابه الحره، واللي كان كمل المشوار محمود الادريسي الله يرحمه ورحمهما الله الاثنين معا، وكانت نقابه اخرى ديال مهنيه هي ديال النقابه المهنيه، انا لا اتذكر بالضبط التسميه، كان على راسها ملحن. في سنه 2011 كان عندنا واحد الانفجار. لماذا؟ انا اتحدث عن الموسيقي والمغني وخصوصا المحترف. اكتشفنا بان يستحيل هذه دابا امنا بها ايمان قوي، ما تجيش عندي انت من موقع كاتب كلمات او ملحن وتقول غدافع عليا انا كموسيقي، ان هنا المجالات تختلف. انا تربطني علاقه شغليه مع المشغل، انت كاتب كلمات مبدع، انت كملحن مبدع، ما عندك حتى شي صله بهذاك المجال اللي انا فيه. انا احترف المجال في مرافق سياحيه، انا عالمي الليل وما يحتويه من مصائب وكوارث ومعاناه، وهذا ما غتعرفش ليه انت سيدي كاتب كلمات. ما غاتجيش انت اليوم تضحك عليا تقول لي انا من موقعي كاتب كلمات غادي نحميك انت موسيقي، او لا من بل الطامه الكبرى مؤخرا بدينا كنشوفوا بعض الفئات كتجي من موقع اخر منتج كيقول لك انايا غنقوم بحمايه الفنان. يعقل ان المنتج يجي في يوم من الايام يقول لك انا غنحمي ذاك الفنان ذاك الموسيقي ذاك العازف؟ بل قامت واحد المبادره اخرى من بعض الاخوان اللي هما رؤساء اجواق وقرروا انهم يديروا واحد الاطار قانوني باش يبداوا يدافعوا على حقوق الموسيقي. انا اقول كفانا وخلينا نحشموا شويه على اعراضنا قبل ما تقول غندافع على حقوق ذاك الموسيقي. في علاقته مع الدوله دافع على الموسيقي غير انت بعدا عطيه حقه، لان شنو كيوقع مني كنكون انا ان شيف دوركستر، هذه التسميه اقولها بتحفظ لان شيف دوركستر ماشي سهل تقول شيف دوركستر، مني كتكون بالاحرى
رئيس على واحد الجوق حفلات وأعراس وكتاخذ الحصة الأساد وكتفرق عليهم داك الفوتات، راه انت ما عطيتيهمش حقهم. فكيفاش انت ما عطيتيهمش حقهم جي كتقول غندير إطار قانوني باش ندافع عليهم على حقوقهم مع الدولة؟ هذا راه الضحك على الذقون. فاحنا ولكن واش ما كتشوفش بانه ربما هاد التجزئة اكثر هو الذي يسيء الشأن الفني ككل؟ راجع داكشي لطبيعة الدستور المغربي، الدستور يؤمن بالتعددية سواء من الحزبية أو الجمعوية أو النقابية، ولكن أنت اللي جيتي باغي تاخذ المبادرة وتقول أنا غناخذ واحد الإطار قانوني مثلا نقابة ولا جمعية، واش أنت مؤهل لهذه المسألة؟ بعدا هي الأولى. ثانيا واش هل لك ضمير؟ أنا اليوم بديت كنشوف بعض النقابات ولا بعض الجمعيات طريقة كيفاش كيتم التأسيس ديالهم، ولو ابسط نهج من مناهج الديمقراطيه ما كايناش. كنتلاقاو في واحد الجلسه فيها 12 13 واحد ولا هذا، وحنا متفقين بيناتنا وشكون اللي غيكون الرئيس وشكون اللي غيكون هذا وشكون هذا، ومن بعد كيخرجوا كيبداو يحصدوا في مبالغ لا حاسب ولا رقيب، ما كاين لا تقرير مالي لا تقرير ادبي. حنا النهار اللي فاش قررنا وقلنا ندخلوا في هذه المبادره قال لك اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. احنا ماشي جينا ودرنا ذاك التسيب، احنا قلنا اش غادي نديرو؟ نضوينا تحت لواء واحد المركزية نقابية كبيرة اللي خديناها كحماية وكتأطير وقالك سابقك بليلة سابقك وكمرجعية، واللي هي الاتحاد العام الشغالين بالمغرب، ونحن مديننا لهم. انا باش ما نكروش من حيث اللوجيستيك هما اللي عاونونا بالمقرات ديالهم في جميع انحاء المملكة، عاونونا بالتعاطف ديالهم معنا لانهم هما عارفين ما معنى هاد القطاع ديالنا. انت قول سعد هذا الشباب، انت الكاتب الجهوي واش كتلمس فعلا لانه الشان الفني يعيش واحد النوع من التسيب المؤسساتي ولا الجمعوي؟ وكيف ما قال الاستاذ مصطفى برطوم، فما يمكنش، هو قطاع غير مهيكل. اول حاجه هو قطاع غير مهيكل، ثاني حاجه في المرتزقين بزاف، الناس اللي كيقلبوا على الاسترزاق. فالفنان تايه، بما انه كينضوي تحت اللواء ديال واحد القطاع غير مهيكل، ما عندوش واحد القانون ولا نظام داخلي كيأثر له المهنه ديالو، فبالتالي تيولي عرضه لكل من وهمه على انه راه غياخذ بيدو بحال واحد الغارق مسكين قشه ممكن على انه يشد فيها. فالميدان كيخصو يكونوا ماليه كتاب الكلمات، تيخصهم يكونوا كتاب كلمات لانهم هما اللي عارفين المعاناه ديالهم وما عارفين شنو خصهم في الميدان. ملحنين تيخصهم يكونوا يدافعوا على الملحن، موسيقي كيدافع على موسيقي، منتج كيدافع على منتج، معدي البرامج، اي قطاع تيخص الاهل الممارسين ديالو. وراه كاين واحد المثال تيقول لك إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة. فكيفاش غادي أنت واحد، أنا كنلحن، أنا مثلا ملحن كنلحن القطع، أنا مبدع، أنا كنجيب شي حاجة اللي ما كايناش. المعاناة ديالي ماشي واحد اللي خدام مثلا ما عنده لا تغطية صحية، ما عنده لا 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 لا, لا غوتخيت، العلاقة ديالو مع المشغل تيشوفها على نهار على نهار، كيحس بالحقرة في هذيك العلاقة ديالو المادية، ما عنده تغطية، ما حماية اجتماعية، تحس براسه على أنه ماشي في نفس القطاعات الأخرى كمثلا اللي في الصيد البحري ولا اللي في التعليم ولا اللي في المالية ولا اللي في الفلاحة. هو الوزارة ديال الثقافة ما عندوش واحد الإطار قانوني كيخدم فيه. هنا كيفتح مجال، كيفتح مجال التسيب. قاعد حنا بالمصطلح اللي كنقولوا هو اللي بغى يدبر الخبز راه كيمشي يدير جمعيه وكياخذ دعم باش يدير وباش يدير، ولكن شنو الاثار ديال هذا الشيء على الموسيقيين؟ ايوه قال اخي اننا كنشوفوا البلاد صادقات على قانون الفنان اظن 2016 وخدا منها تقريبا واحد 3 أو 4 سنوات في الدراسه في الغرف الدراسه وفي اللجان ديال البرلمان. دابا 2016 تم المصادقة على قانون الفنان، احنا 2022 دابا 8 سنوات شنو باقي كنتسنى؟ على ما اظن 6 سنوات على ماتوا فنانين راه ماشي ماتوا، راه كاين اللي انفجر غير من خلال هاد
هاد قاعة الانتظار في هاد الغصة. انا كنقول لك بان قانون الفنان الا تم التفعيل ديالو غيتهناو بعدا غير من مسألة واحدة. عندي بوند بعدا مهم في هاد البيعة والشرية كلها، انا ما بدون طلع على حيثية هاد القانون الفنان. شتي الا ولات غير ديك الاجبارية ديال العمل بالعقود راه غادي يهنيونا من مشاكل كبيرة كيتخبط فيها الموسيقي وخصوصا المرافق السياحية والحفلات الاعراس وداكشي. راه خص تكون واحد العقدة ما بين هاد الطرفين. واش صاحب المحل مثلا فيما يتعلق بالمرافق السياحية كيشغل الناس بدون عقود لمدة كيقدر الإنسان يمشي حتى 20 30 سنة بدون عقد؟ عندنا في النهار اللي فاش كيسالي 20 سنة جو طابل غير كيسالي من عنده النهار أي وقت هو مهدد وكيولي عايش ذاك العيشة يوميا موسوس أنه نقدر نمشي اليوم الخدمة نجروا عليه. هادشي سعد الحافظ كيأثر طبعا حتى على الأداء الإبداعي. بيان سور. وحنا عندنا أمثلة حية، عندنا أمثلة حية في المدينة ديال القنيطرة، وأنا هذا غير مثال نقص عليه في جميع المدن المغربية. كتلقى واحد الفنانة خدامين في واحد المحل تقريبا من 93 94، وهو من 93 94 حتى جات كورونا وحبسوا، وهو كل نهار غادي وتيقول ما نعرف واش ندخل نخدم ولا نلقى شي واحد في الباب يقول لي المعلم راه قال لكم بركه. وعندنا امثله ان الناس ضربوا 25 سنه في هذاك المحل، دوزوا 25 سنه في هذاك المحل، وفنانه بمعنى الكلمه انهم كانوا كيبدعوا وتيخدموا وملتزمين وجرى عليهم المحل بدون سبب. احنا استبشرنا خيرا وبغينا هاد بطاقه الفنان، ولكن الطريقه باش داروها وباش بغاو يقولوا هذا فنان ولا يستاهلها ولا ما يستاهلهاش، هنا في الواقع المشكل. الكيفيه باش كيعطوك بطاقه الفنان يجب ان تعاد وتصاغ بطريقه جديده. كتقول لي بعض الوثائق نجيبهم نوصل بهم للمديريه ديال الفنون، من بعد كنحصل على ديك البطاقه ولا ما تحصلش عليها. وهذوك الوثائق راه كاين اللي كيوصل ليهم حتى ولم تكن تشترط فيه ابسط الوسائل كفنان، انه واحد الاستماره كتعمر فيها الاربع سنوات الاخرى عطينا فين اشتغلتي. غيجي الشخص غيقول له اشتغلت هنا هنا هنا، كيقول لي عطيني العقود. وهم يعلمون العلم اليقين ان الناس راه ما كتشتغلش بعقود. انا كنتحدث على الجانب الموسيقي، مازال الناس ديال التمثيل الدراما راه بداو لا شويه تقادت عندهم الامور لان ضروري خصو يسيني عقد. هاد الناس ديال الموسيقى ما كيشتغلوش بالعقود. فجينا عند الصبيحي ايام ما كان وزير الصبيحي وناقشنا مع هذا الموضوع وخرجنا بواحد النتيجه انه كنعطيو واحد الاشهاد كنقابه لهذاك الموسيقي باننا حنا كنقر ونعترف بانه السيد ممارس للمهنه بادله باثباتات. اما اللي ما عندوش ولو يكون كيطير وما عندوش العقود راه ما غياخذهاش، في حين كيكون واحد دون المستوى دون علاقه لا علاقه بالمجال ولكن يقدر يوفر لراسو دوك العقود. وحنا ما بعيدش علينا شيء، هذا كان واحد الاقتراح باش نخرجوا الناس من هذه الضائقه الماليه ديالهم في ظل هذه الاجواء ديال كورونا وهذا. فكان واحد الاقتراح قلنا غادي نخرجوا بواحد المجموعه ديال الاقتراح، مجموعه ديال السهرات وحددناها كدفعه اولى في واحد المجموعه تقريبا اللي هي 10 ديال السهرات. هاد العشرة السهرات كل سهره فيها 10 ديال المغنيين، وكل مغني مجبر انه يشغل معاه 10 ديال الموسيقيين. اذا مني كنقولوا سهره وحده فيها 10 في 10 هي 100، 10 في المغنيين هي 110 في كل سهره. هاد 110 ملي نضربوها في 10 السهرات هي 1100 كدورة أولى، وغنشوفوا الدورة الثانية والثالثة. مزيان الفكرة قلنا لهم واقترحنا على الوزارة أنهم يدخلوا في شراكة مع التلفازة المغربية. لماذا؟ لأن التلفازة المغربية ممكن عندها موارد مالية من خلال المستشعرين وكذا وكذا. فالفكرة صائبة ومعقولة. اتخذ الكتاب وقدينا الفكرة وعطينا الطلب ديالنا لوزارة الثقافة وخدينا لاكيوز ريسبسيون ديالنا بأننا راه كفكرة حطيناها. لا مجيب ولا مراقب ولا شيء، بل أكثر من هذا من اتصلت بالسيد الكاتب العام اللي هو السيد عفيفي ودويت معاه في هذا الموضوع. قال لي احنا ما كنديروا حتى شي حاجة، احنا كنتسناو حتى كتبادر وزارة المالية
اقترح شي ميزانيه معينه عاد كننفذوا. وهذا الموضوع هذا راه ما عندنا به حتى شي علاقه بهذا. فكتمر الايام كيدخل الوزير الجديد اللي هو الحالي السي بن سعيد، فكنشوف نفس الفكره اللي تكلمت انا على الموسيقيين باش نشوفوا لهم مخرج، كنلقى بان ما بقاوش الموسيقيين وانما ولات عروض مسرحيه. وتوجهت للسيد الوزير وديت لي الكتاب واكدت لي بانني انا طرحت الفكره في البدايه الاولى ديال كورونا وبغينا نديروا مخرج للموسيقيين. هاي الفكره تهزت من داخل الوزاره ودارت لجهه المسرحيين. بالنسبه للدعم ديال الاغنيه المغربيه، فحنا ماشي هذا هو الهدف ديالنا، هو الدعم بقدر ما هو التفاته، لانه الفنان وخصوصا حنا الميدان الموسيقي اللي كنهضروا عليه، قد ما التفتت ليه الوزاره او السلطه التفتت ليه وعطاته ولو دعم معنوي ولو تشريف ولو اعتبار، فهي وسام وتاج فوق راسه الموسيقي. انا اتحدث عن الموسيقي، كاينين شي وثائق اللي لا داعي لها، وانا اناشد الوزاره تلغي بعض الوثائق لانهم مثلا حسن السيره، هناك فنانه اللي مساكن كاين اللي كتب علوم مثلا ما خلصش كرا نفقه، ماشي مجرم وكما تنقولوا تصادف مع واحد التهمه ودوز واحد، فهو غير تحرم من ديك البطاقه المهنيه مدى الحياه. راه كاين واحد اغانيه دايره شهره كبيره على مستوى الولايات المتحده الامريكيه، مشهوره كتابه ولحنا، وهذا الشخص هذا اللي داير هذه الابداعات محكوم بالمؤبد. اشنو انت دابا لما كانش عاد الشاذ حسن السيره والسلوك كتعتبروه شنو؟ ماشي فنان، شنو نسميوه هذا؟ فهاد الامور اللي مني كتجي وكتعطيو واحد القرار وكتقولوا هاد الوثيقه خاصها تكون، واخموا ليها وفكروا فيها مزيان. بالعكس المساله اللي دويتي انت على السجن اخويا منير، راه الوسيله اللي غادي يخرجوا بها السجناء من ديك الحالات ديال العود باش ما يبقاوش يرجعوا، راه هو الفن. الى خرج وهو كان فنان داخل المؤسسه السجنيه وخرج وبغى يندمج، اجي انت تقول لي لا شهاده حسن السيره والسلوك وتحبس عليه هذاك الاندماج، خصوش يضيع فيه. دوينا مثلا على المشاريع ديال دعم الاغنيه، هذه ناقشناها مع السيد الوزير ان تكون شويه الصرامه فيما يتعلق بالمستحقات. دابا الناس اللي كتستافد من مشاريع الدعم ديال الاغنيه كيستافد منها هذاك صاحب المشروع، ولكن هل هذوك الناس اللي اشتغلوا في هذاك المشروع واش كتوصلهم هذيك المستحقات ديالهم ولا لا؟ وهذا الشيء كان واقع الحمد لله، يعني نقدروا نعتبروا بانه تجاوزناها بواحد الطريقه ديال انه ولا خاص ضروري فيرمون بونكير، يعني واحد التحويل هذا باش كتثبت بان راه هذيك الفلوس مشات لعند هذاك السيد. هنا في هذا الباب كنتوجه للفنان كنقول ليه حاول تكبر شويه في دماغك، ماشي حنا بعد ما كنلقاو لكم حلول والدوله كتحاول تكون في صفكم وكتخرج لكم هذاك الوسيله باش تضمنوا حقوقكم، وكيجي واحد صاحب المشروع كيقول لها انت راه غادي نحول لك الفلوس ولكن تاخذ منهم القد والقد وتخلي لي الشيء الاخر. اذا هنا راه الجهل كاين، هذا الجهل هذا كاين. انت دابا موسيقي وانت اشتغلتي في المشروع وهو مازال كاين يقوصي معاك، درتي معاه الثمن ودرتيه في الكونترا معاه كاتفاق بينك وبينه، وكيقول لك هو اللي غتاخذ فيه غير القد والقد. شنو اشد الفلاس بهذا المعنى؟ انا كنحاول نبسط الاسلوب وكنهضر دارجه باش توصل الرساله. هاد الناس هادو مشى وسينا العقد مع الشخص على واحد المبلغ معين، وكيجي لعندو كيقول انا نحول لك هاد الفلوس دابا عن طريق هاد الوكالات البنكيه، دابا واقف حداه كيحولهم لي سير بلاص وكيقول له تاخذ منهم قد وترد لي القد والقد. انا غنقول لك فين كاين بعض المرات هذاك الفنان اللي كنقول له يراود الخجل، اي راه الفنان معروف بديك الاخلاق ديالو معروف، ولكن ماشي تكون الاخلاق واصله لواحد الدرجه ديال المدله، حقك ما خصكش تنازل عليه، لان هذاك حق.